بسم الله. ربنا يسر لنا أمورنا وابعث فينا من يحسننا حتى نحصل على رضاك يا كريم يا عظيم. فإن تولوا فقل آذنتكم على السواء، وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. أو لماشية معناها مع مفهوم القريب والبعيد، قريب اللي ممكن تشاهده واللي مش يقع قريبا، تشم الريحة متاعه إذا كنت صاحب فهم قوي. إنه يعلم، أي ربي يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، خاطر أنتم تكتموا أكثر من تعلموا. وهذا ربي قيوم عليه وعالم به بالتمام وكماله. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي فتنة الواقعكم، هو فتنة ونبلونا ربي بالشر والخير، لعل نصبر على الشر ونحتمي من تغرير الخير لنا. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، هل يدعون فيه من سلطان وصولجان ومال وجنس حرام ومتاع إلى حين. والمتاع دائما قلنا هو لابد أن يزول، كما الزينة زينة السماء ستزول بأمر ربي، ما تربك على بعضها ولا تنفجر، الله أعلم كيفاش تكون نهايتها، والزينة متاعها تتبخر تصبح بخبر كان. كذلك أنت زينة حياتكم من تو ما تربط روحك بها بالزينة، ليست بباقية، أربط روحك بالباقي سبحانه وتعالى. وزيد نقول لكم اللي ماكمش عارفين الإسلام، تقولوا وقت يتوفى حد تقولوا ربي هز متاعه، أي متاع، عن أي متاع تتحدث؟ الله يتمتع، إذا كان يتمتع يتبع بخلقه، هو خلقه أي قبل ما يخلقه هو ربي غني، وبعد ما خلقه هو غني، شنو يتغير في الله؟ لهذا يزيونا من الجهل، وعارفين اللي كونكم تمثلوا ربي لازم تعرف شت يا ربي الروح هذيك قبضها. حتى حكاية الروح وقت اللي السيادة المجاهدين عبر التاريخ وقدرتهم الأنبياء عليهم السلام، حين تقع الشهادة يجيوا الأعداء يمثلوا بالجثة، الجثة كما تقول أنت ثوب حنش عفريت، هذاك العفريت اللي في مخيلة الناس، جاء وقت وربي نحوله قاد أكل لبتيل كارباس كسرك كما تحب، انت في بالك تشمت فيه هو روحه سفرت عند ربي. في هذا تعموا في الشايح وفي جهالة كبيرة، وزاد دون لو ديلير لو بلو توتال، والسلام.